ثاني أيام اتفاق خفض التصعيد، خروقات عدة لقوات الأسد في حمص وحما. ضمن عملياتها لدحر التنظيم من المدينة، القوات العراقية تضيق على داعش باتجاه الموصل القديمة. وماكرون إلى قصر الإليزيه بعد إطاحته بلوبان وكسب تأييد الفرنسيين. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم. من سوريا نبدأ، حيث قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب آخرون في غارات جوية شنتها مقاتلات نظام الأسد على منطقة الكناوية في الريف الشرقي لحلب، وفق ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد ذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، مشيرا إلى أن مقاتلات الأسد جددت غاراتها على مناطق في بلدة اللطامنة بريف حما الشمالي، لتستمر بذلك خروقات نظام الأسد في ثاني أيام اتفاق خفض التصعيد. تراجع ملحوظ في وتيرة أعمال العنف في سوريا في اليوم الأول لسريان اتفاق المناطق الهادئة، لكنها لم تتوقف بشكل كامل، حيث سجلت اختراقات من قبل نظام بشار الأسد في عدد من المناطق، منها حي القابون في دمشق وريف حماة، وذلك بتنفيذ هجومين منفصلين تزامنا مع الإعلان عن سقوط 4 مقاتلين من الفصائل في درعا. المعارضة السورية من جهتها ترى أن استمرار هذه الخروقات من شأنه أن يهدد الاتفاق، في حين قال العميد في الجيش الحر أحمد بري أحد المشاركين في مؤتمر إستانا الأخير إن موسكو ملتزمة بالتهدئة على عكس النظام، والفصائل ستكون في موقف الدفاع وتملك حق الرد، معلنا كذلك أن هناك تجاوبا من قبل موسكو لتوسيع دائرة المناطق التي سيشملها الاتفاق. يأتي ذلك في ظل اختلاف الأطراف الضامنة على التسمية الدقيقة لتوصيف الوضعية العسكرية في مناطق تخفيف التصعيد في الاتفاق المنبثق عن اجتماع إستانا الأخير من الغموض الذي يلف هذا الاتفاق، حيث عرفت موسكو تلك المناطق بمناطق تخفيف التصعيد، في حين ذهبت تركيا لاستخدام مصطلح خالية من الاشتباكات، فيما استخدمت وكالات ووسائل إعلام مختلفة عبارة تخفيف التوتر، بينما ذهبت صحف إقليمية لإطلاق مصطلح مناطق هادئة. ويعود مرد الجدل حول الاصطلاح على التسمية وعدم اعتماد إعلانها مناطق آمنة إلى الفرق في المعنى بين مناطق وقف التصعيد والمناطق الآمنة. قال خالد الحلبي أحد أمراء تنظيم داعش المشقين إن الأميرة المسؤولة عن المحروقات في الرقة كان يسرق النفط ويبيعه للمدنيين لحسابه الشخصي. وأضاف الحلبي الذي كان مسؤولا عن إمداد جبهات التنظيم ومعسكراته بالمحروقات إن المسؤول المالي لفرقة خالد في داعش هرب وبحوزته مئات الآلاف من الدولارات التي كانت مخصصة لمقاتلي التنظيم. التفاصيل في الجزء الثالث من لقاء مراسلنا عبد الحي الأحمد بخالد الحلبي القيادي المنشق عن داعش. أمير ركاز الرقة، أمير ركاز الرقة كان أحد مهماته يبعثني أبيع للعوام، هن يعرفوا كلمة عوام مدنية. أنا تابع لتوصيل مواد مشتقات النفط للمكان العسكريين فقط، ما نعلو نحن في عوام، في العوام هن المدنيين. فتجيني أيام مثلا أنقل 20 أو 30 برميل لكازيات العوام هذا، لكن بدون نحن تعودنا أنه دائما يجي تقرير، يجي بيان، يجي كذا، مطلوب مثلا معسكر فلاني بمكان الفلاني يريد كمية بنزين مازوت قدرة كذا وكذا، أنا أنبعت، تعودنا أنه الأماكن كلها الرحلة عسكرية. هذا اسمه عزام التونسي، هو تونسي الجنسية وراعي سبايا وعنده قصر في الطبقة لا يقل يعني عن القصور الجميلة يعني. تحدث عن قيادي في التنظيم قام بسرقة مالية التنظيم. هذا كان يعتبر من مشايخ اللي ياخذوا في شوره، كان يوجههم باسم الإسلام وباسم الدين ويرشدهم على الأساس. فجأة وحتى كانت الناس يعني تحتضنه، يعني أنه هذا إنسان ما يهمه الدنيا أبدا، ما هو دنيوي، فعلا جاي جاهد
جاي، عرفت علي شلون، جاي ينصر الإسلام على هالتدعيات. لكن اللي فجأة غاب عن وجوه أراضي دواعش، ما اسمه وما تحدث عنه؟ هذا أبو عامر أفريقي من حوالي والله المقربات لا تقل عن شهرين تقريبا، راح بآلاف الدولارات هنيك في اسمها الرواتب، منح عسكرية، هن اسمها هنيك منحة عسكرية. هاي المنحة العسكرية بتصل عن طريقه، هو بوزع لمن؟ لكل فرقة خالد. ضيقت القوات العراقية المشتركة الخناق على مقاتلي داعش خلال تحريرها عددا من المناطق الواقعة شمال غرب الموصل، الأمر الذي يقربها أكثر من منطقة الموصل القديمة، حيث جامع النور الكبير الذي يستخدم داعش آلاف المدنيين في محيطه دروعا بشرية. وسام يوسف رافق قوات الرد السريع العراقية خلال معاركها هناك وأعد هذا التقرير. أقل من 20 كيلومترا مربعا هي المساحة التي أصبح مقاتلو داعش يحتلونها بعد معارك طاحنة تخوضها القوات العراقية المشتركة في الجزء الشمالي الغربي من الموصل، حيث حققت تقدما واضحا خلال اليوم الثالث من انطلاق المرحلة الأخيرة من هذه العمليات. محور الفرقة التاسعة اللي هو منطقة مشيرفة، الحمد لله تم تحقيق الأهداف بالكامل وتطهيرها. محور الشرطة الاتحادية المتمثل بفرقة الرد السريع إضافة للواء 34 و73، الحمد لله تم تطهير المناطق الموكلة إنه وصولا إلى الهرمات ومرورا بقرية حسونة ودجلة وأربع محطات وقود، إضافة إلى المطحنة الرئيسية ومقبرة وادي عقاب. تم قتل مجموعة كبيرة من داعش، تجاوزت 32 إرهابي وتفجير 22 عبوة، وحاول العدو يعرقل تقدم القطاعات ب 13 عجلة مفخخة تم تفجيرها والاستيلاء على أربع عجلات مفخخة. سرعة سيطرة قوات الرد السريع العراقية والفرقة التاسعة على مساحات واسعة في هذا المحور وكونها مناطق مفتوحة وشبه خالية من السكان بعد نزوح أغلبهم إلى مناطق مختلفة، مما أتاح للقوات العراقية استعمال أسلحة متنوعة شكلت تفوقا واضحا للقطاعات العراقية. نحن الآن متواجدين مع القطاعات الرد السريع التي تمكنت من تحرير أجزاء من منطقة الهرمات والحي الصناعي، ويمكن أن تلاحظوا حجم الدمار الذي تركه داعش في هذا المكان. هذا آخر مكان تركه داعش حررته القوات العراقية، حجم الدمار كبير هنا، هذا ما يخلفه داعش دائما في المناطق التي يتركها قبل أن تحررها القوات العراقية. تجولنا برفقة القوات الأمنية العراقية في خطوط التماس الأولى مع مسلحي داعش بعد أن حققت هذه القوات تماساً مباشراً مع قوات مكافحة الإرهاب في المنطقة الصناعية وتحريرها أجزاء كبيرة من منطقة الهرمات، حيث شاهدنا العشرات من جثث داعش وآلياته المحروقة. حالياً تواجدنا احنا في يعني هذه المطاحن تابعة لمنطقة الهرمات، قطاعات انقدمت باتجاه الهرمات الخامسة باتجاه الشقاق، تجاوزت الشقاق و حاليا يعني مثل ما تلاحظوا قطعاتنا باتجاه انكسار كامل للعدو، والحمد لله شكرا احنا طول التقدم. داعش مع تيقنه لخسارته الموصل اصبح يعتمد اسلوب الارض المحروقه، وهذا ما يظهر بوضوح في المناطق التي تم تحريرها، حيث يتعمد تدمير البنيه التحتيه للمدينه عقابا للاهالي بسبب مساندتهم القوات الامنيه في حربها ضد التنظيم. إلى اليمن، حيث حررت قوات الشرعية كامل منطقة الجبيل بالهامل التابعة لمديرية موزع غرب محافظة تعز وسط اليمن بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري. وأضاف المصدر أن السيطرة على منطقة الجبيل جاءت بعد معارك ضارية استمرت لأكثر من 10 ساعات مسنودة بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تكبدت خلالها الميليشيا الانقلابية خسائر فادحة. لنشرتنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. قال إيمانويل ماكرون في تصريحات له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية إن أمن فرنسا وحمايتها هي أولى أولوياته، مضيفا أن فرنسا ستكون في طليعة الدول المحاربة للإرهاب ليس فقط داخل البلاد بل وخارجها أيضا.
وشدد رئيس الفرنسي المنتخب على أنه سيعمل على تحقيق أمال الفرنسيين، مضيفا أن فرنسا لن تخذل العالم في الدفاع عن الحريات. وفي أولى ردود الفعل المرحبة، هنأ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بحرارة إيمانويل ماكرون بفوزه الكبير في مواجهة مرشحة، فيما عد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا هو انتصار لأوروبا قوية وموحدة ولصداقة الفرنسية الألمانية. كما هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ماكرون بفوزه، وقالت إن فرنسا هي أحد حلفاء بريطانيا المقربين، مرحبة بالعمل مع الرئيس الجديد حول مجموعة واسعة من الأولويات المشتركة. رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر بدوره رحب بفوز ماكرون، عادا أن الفرنسيين اختاروا مستقبلا أوروبيا. كما هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماكرون في تغريدة له على تويتر قائلا إنه يتطلع إلى العمل معه. ولد في إيمانويل ماكرون في 21 من ديسمبر عام 1977 في أميان. هو سياسي وموظف سام ومصرفي استثماري سابق. تخرج ماكرون من المدرسة الوطنية للإدارة عام 2004 وأصبح مفتشا ماليا قبل أن يبدأ في عام 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي. انضم بين عامي 2006 و2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائبا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية لدى الرئيس فرانسوا أولاند، ثم عين وزيرا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة مانويل فالس الثانية، وذلك حتى عام 2016. في نيسان أبريل 2016 أسس حزب إلى الأمام ذو التوجهات الوسطية، ثم في 16 من نوفمبر أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017. يمثل ماكرون الذي يقدم نفسه بأنه لا من اليمين ولا من اليسار نموذج الطبقة الفرنسية المثقفة، وهو موظف كبير سابق في الدولة، تخرج من معاهد النخب ثم عمل مصرفيا، ودخل السياسة عام 2012 مستشارا للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند. في سرت معقل داعش السابق في ليبيا، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى مقاعد دراسة في الجامعة المركزية، حيث فتحت أبوابها أمام الطلاب للتسجيل في التخصصات المقررة هذه السنة بعد انقطاع عن الدراسة دام لأكثر من سنتين بسبب الحرب على داعش في المدينة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الزمان الرابع من شهر مايو، المكان كلية التربية التابعة لجامعة سرت بعد عامين من غياب طلابها عن قاعاتهم الدراسية أثناء الظلام الذي جاء مع سيطرة تنظيم داعش وممارساته الوحشية التي قام بها بحق طلابها وحشبه لنور العلم والمعرفة. بعد احتلال داعش لمدينة سرت، والآن كيف ما تشبه تو الحضور طلبة ما شاء الله مجتهدين يبوا الدراسة وإعادة تأهيل جامعة سرت بإذن الله للأمام، وكيف ما تشبه أنتم مدينة سرت بعد كيف ما خرجت من حرب ومأساة، فهمت؟ وداعش الذي دمر مدينة سرت تو إعادة تأهيله وكلية التربية وقدام الطلبة، وما شاء الله تنزيل جديد القيد وتنزيل المواد كلية القانون وكلية التربية. طبعا اليوم زي ما تشوفوا ان بمشيئه الله والحمد لله تم تجديد القيد وتنزيل المواد. الحمد لله بعد فتره اكثر من سنه ونص من غياب عن مدينه سرت، اليوم تم الرجوع للجامعه تحديدا كليه التربيه وليس اسوار الجامعه. ان شاء الله في الاسابيع القادمه حتفتح الجامعه وحتكون الامور افضل بافضل. اصرار على تكمله مشوار الدراسه بعد توقف دام لعامين من قبل شباب يؤمنون اليوم واكثر من اي وقت مضى بأن المعرفة والعلم هي سلاح من نوع آخر. الحمد لله الآن أعمال الصيانة التي بذلت من خلال شهرين وتعجايني حوالي أكثر من 70% من أعمال الصيانة المطلوبة التي
تعتبر أساسية في إرجاع حلقة الدراسة للجامعة وإرجاع الطلاب للقاعات الدراسية. محاولات القائمين على جامعة سرت لعودة الدراسة بها ما زالت مستمرة بمجهودات بسيطة لتهيئة مرافقها لاستقبال الطلاب في كافة كليات الجامعة. لأخبار الآن، محمد عقوب من مدينة سرت. وصلت 82 من تلميذات شيبوك إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث التقى بهن الرئيس محمد بخاري، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات على خطفهن من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. عقب مفاوضات أجرتها الحكومة النيجيرية مع جماعة بوكو حرام للإفراج عن عشرات التلميذات التي كنا قد اختطفنا من قبل الجماعة الإرهابية، أطلقت الأخيرة سراح 82 فتاة من إجمالي 276 فتاة اختطفتهن من مدرسة ثانوية حكومية في تشيبوك جنوب شرقي البلاد قبل 3 سنوات. وفي حسابها على موقع تويتر، شكرت الرئاسة النيجيرية كل من سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في إطلاق سراح الفتيات من خلال مفاوضات وصفتها بالمطولة. وكان الاختطاف قد أثار غضبا دوليا، وانطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح الفتيات. وحظيت الحملة آنذاك بدعم السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة ميشيل أوباما وعدد كبير من نجوم هوليوود. كما أعلنت واشنطن يومها أنها سترسل أفرادا ومعدات لقوات الأمن النيجيرية لمساعدتها في عمليات البحث عن الفتيات في غابة لامبسا الشاسعة. وفي أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أطلق سراح أكثر من 20 فتاة في اتفاق برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفرت أخريات أو جرى إنقاذهن، في حين يعتقد بأن 195 كنا في الأسر قبل إطلاق السراح الأخير الذي أعلنت عنه الحكومة يوم السبت، ولا تزال نحو 100 فتاة محتجزة لدى الجماعة حتى الآن. وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أعلن الشهر الماضي أن الحكومة تتفاوض لتأمين إطلاق سراح باقي الفتيات. رغم أن قضية فتيات تشيبوك هي الأشهر في تاريخ تمردها، إلا أن جماعة بوكو حرام خطفت آلاف الأشخاص من أعمار مختلفة وقتلت أكثر من 20,000 وتسببت في نزوح أكثر من 2 مليون خلال تمردها الذي يهدف إلى تطبيق فهمها الخاطئ للشريعة في شمال شرق نيجيريا. نكبر معا عنوان جمعية لنساء سوريات لاجئات في برلين، حيث تقوم الجمعية بتقديم ورشات عمل للنساء اللاجئات وتقديم منتجات يدوية. ففي أكاديمية اللاجئين في برلين أقامت مجموعة من النساء السوريات معرضا للمشغولات اليدوية الجلدية لاقت إقبالا كبيرا من الألمان. يمان شواف لديه التفاصيل. نساء لاجئات يصنعن الفن، عنوان معرض للمشغولات اليدوية الجلدية في برلين، حيث نجحت مجموعة من النساء اللاجئات من سوريا، نجحنا في تقديم منتجات يدوية رائعة لاقت إقبالا كبيرا من الألمان. هذه المنتجات التي تنوعت بين حقائب نسائية وصغيرة تم صنعها من الجلد المستعمل وإعادة إنتاجها لتصبح تحفة فنية رائعة. فكرة ركزنا عليها نحن من انه كنا نشتري الاغراض من الفلو ماركت، يعني البالي ونحولها لشيء مفيد، يعني او شيء نرجع اعادة تجديده ونرجع نستخدمه يعني. وهي الفكرة يعني انعكست علينا انه نحن، لانه فعلا جينا من سوريا، جينا مرهقين ومتعبين للنهاية، فهذا الشيء يعني انعكس علينا حتى نحن روحنا تجددت، حتى الأمل عنا تجدد. احنا بنأكد على انه نحن جايين من سوريا، بس نحن جايين فعلا نقدم شيء حلو، جايين نشتغل، نحن ما لنا جايين نعيش عالي، نحن بيطلع معنا كتير شغل حلو وخاصة النساء. ليست مجرد ورشة للمشغولات اليدوية، بل كانت فرصة للنساء اللاجئات للتضامن معهن وإعطائهن مساحة في اكتشاف قدراتهن وإبداعهن.
ميادة مسعود إحدى النساء المشاركات في العمل تقول لأخبار الآن إن المعرض فرصة رائعة للنساء اللاجئات للتعبير عن أنفسهن بطريقة فنية، وقالت إن كل قطعة كانت تروي حكاية وقصة. يعني حتى الشناتي نفسهم بيذكرونا بمواقف كتير صارت، يعني أحيانا كنا منشوف بدون سبب كانت امرأة تهجر بالبكي مثلا، فكنا نكون نحن جنب بعض نحكي مع بعض نفرح مع بعض نزعل من بعض، بس يعني نحن عائلة يعني حقيقة بالله. حتى الشناتي نفسهم الجلد نفسه في له حكاية، يعني من ست ألمانية مثلا كبيرة بالعمر أو من رجل ألماني مثلا كنا عم نبزرع السار مثلا كونه نحن إمكاناتنا ضعيفة، ففعلا كلها شنطة الحكاية بالله. لم تكن المنتجات اليدوية فقط ما قدمته النساء في المعرض، بل قمنا بإعداد وجبات طعام تعرف الزوار الألمان بالمطبخ السوري. اختتم المعرض بفرقة كورال الطربية حيث قدمت معزوفات شرقية اختتمتها بأغنية موطن. الجلال والجمال والسناء والمهاب في رباه في رباه، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه في هواه. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل. دراسة صحية تؤكد الضحك لدقيقتين يعادل الجري لعشرين دقيقة. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا مع صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت جامعة نيوكاسل تطور يدا صناعية يمكنها الرؤية. طور فريق من المهندسين الطبيين من جامعة نيوكاسل في بريطانيا يدا صناعية بمهارة جديدة لا تصدق، وهي القدرة على الرؤية، حيث تم تجهيز اليد الإلكترونية بكاميرا يمكنها التقاط صور فورية للكائنات التي أمامها وتقييم شكلها وحجمها، كما يمكنها تأدية مجموعة من الحركات في اليد والوصول إلى الأشياء بشكل تلقائي دون تفكير. أما صحيفة الغد الأردنية فقد عنونت عدد البكتيريا في السيارة أضعاف عددها بالمرحاض. كشفت دراسة فرنسية أن السيارة عش حقيقي للجراثيم، وذلك من خلال ملاحظة 1200 سيارة، ووجدت أن عدد البكتيريا فيها يفوق بعشر مرات تلك الموجودة على فتحة المرحاض. وأشارت الدراسة إلى أن تعرض السيارة للحرارة والرطوبة وراء ارتفاع معدلات الجراثيم فيها، وهما عاملان مهمان في تكاثر الفطريات والبكتيريا. أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنونت الضحك لدقيقتين يعادل الجري لعشرين دقيقة. توصل علماء إلى أن الضحك حتى ولو كان مصطنعا يترك أثرا إيجابيا على أجسامنا، وأوضح العلماء أن أثناء الضحك يدخل الهواء بقوة إلى الرئتين، وهو ما يعمل على تزويد خلايا الجسم بكميات أكبر من الأكسجين، وبالتالي تخفيف الضغط والتوتر، ما يتسبب في زيادة عدد الخلايا المناعية في الدم. ويرى باحثون أن الضحك لدقيقتين يعادل في فائدته الجري لعشرين دقيقة. أما صحيفة الإمارات اليوم فقد عنونت ماراثون أوفى صديق للإنسان لأجل الخير. شاركت مئات الكلاب ذات الأشكال والألوان المختلفة في سباق خيري مع أصحابها بمنتزه في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويعد ماراثون الكلاب هذا هو الأول من نوعه في تايلاند، إذ يتسنى بموجبه لأوفى صديق للإنسان المشاركة في عمل خيري يفيد البشر. وأخيرا صحيفة القدس العربي التي عنونت روبوت جديد يقوم بمهمة التفتيش للتأكد من سلامة الجسور. ابتكر فريق من الباحثين بجامعة نيفادا الأمريكية روبوتا جديد يمكنه إجراء عملية تفتيش منتظمة للتأكد من سلامة الجسور بشكل أرخص وأكثر دقة لتفادي حدوث الكوارث.
وتم اختبار الروبوت الجديد على 4 جسور في نيفادا ونيو هامشير ومين ومونتانا. تثير الفيروسات العملاقة فضول العلماء والأطباء خصوصا في مواطن نشأتها وتكاثرها في مياه الصرف الصحي. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن. تتسبب الفيروسات العملاقة في حيرة العلماء منذ سنوات بسبب خصائصها الجينية التي تتجاوز الخصائص المعروفة عن الفيروسات العادية، لكن الجديد هو اكتشاف 4 فيروسات عملاقة جديدة عن طريق الصدفة في مياه الصرف الصحي. فقد عثر فريق من الباحثين أثناء تطهير وتنقية المياه في مصنع لمعالجة المياه في مدينة النمسا على نباتات تنمو في الطين حول المصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الفيروسات العملاقة، مما دفع العلماء إلى التخلص منها. وقام العلماء بإجراء تحليل جيني لهذه الفيروسات قبل فحصها بالمايكروسكوب، وقاموا بجمع أجزاء من الحمض النووي لمعرفة نوعية الفيروسات العملاقة والتي تمثل الجيل الرابع من هذه الكائنات الحية التي تعيش بجانب الخلايا الحالية من البكتيريا والقادرة على إنتاج البروتينات من خلال الكود الجيني الذي يضم الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات. وأضاف الباحثون أن منشأ هذه الفيروسات على الأرجح من فيروسات أصغر، وتعتبر الأميبيات والطحالب من هذه العوائل التي تتطفل على الفيروسات العملاقة. انتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء العالم لعبة فيجت سبينرز، وهي أداة تم تصميمها للتخلص من الإجهاد والتوتر، إذ أصبحت تباع في الكثير من المحلات التجارية، وبات يستخدمها الأطفال والكبار كوسيلة للتسلية والتخلص من الضغوط النفسية. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. في ثاني أيام اتفاق خفض التصعيد، خروقات عدة لقوات الأسد في حمص وحماة. ضمن عملياتها لدحر التنظيم من المدينة، القوات العراقية تضيق على داعش باتجاه الموصل القديمة. وماكرون إلى قصر الإليزي بعد إطاحته بلوبان وكسب تأييد الفرنسيين. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.